يا صباح الخير، صباح السعادة، صباح الأمل والنصر، صباح جديد من 10 الصبح في الأهلي، وعودة بقى بعد إجازة شهر رمضان والعيد. كل سنة وحضراتكم دايما بخير يا رب. 30 يوم لكن خلينا نقول عدوا بسرعة جدا، يمكن ده الحال كمان كل سنة. احنا كل سنة كده رمضان لما بيجي ما بنحسش بيه، بنستناه بالشهور، بس أول ما بيجي بيعدي بسرعة. يا رب يكون كده شهر كريم دايما علينا، وكمان صيامنا ودعواتنا دايما تكون مقبولة يا رب. خليني أقول لحضراتكم احنا بنرجع مرة تانية و10 الصبح في الاهلي زي ما احنا متعودين من الحد للاربع، انا وكريم كوجك. لكن النهارده بس كريم يعني بيعتذر لحضراتكم لان هو عنده ظروف، هيكون معانا ان شاء الله بكره في الحلقه، حلقه يوم الثلاث. وبما ان احنا بقى بنتكلم عن اول حلقه بعد الاجازه، خليني برضو اقول كده بدايه طبعا، لان احنا تقريبا داخلين في سنه مع حضراتكم 10 الصبح في الاهلي، ودي حاجه بجد مشرفانا وسعداء جدا ان احنا يمكن اول برنامج يتعمل صباحي في قناه الاهلي. ولكن الحمد لله رب العالمين بردود الافعال اللي بنلاقيها، ويعني تعليقات حضراتكم، ولما بنسال والاجابات وكل الكومنتات اللي بتيجي بجد بتسعدنا جدا. احنا الحمد لله سعداء ان احنا عند حسن ظن حضراتكم، هو ده اللي احنا كنا بنتمناه من اول يوم. واكيد الاداره لما حتى كانت بتفكر في برنامج صباحي ولما اختارتنا كمقدمين لهذا البرنامج كانت حريصه جدا ان هي تقدم محتوى محترم. 10 الصبح في الاهلي زي ما احنا نوهنا في بدايه الحلقه والسنه اللي فاتت تحديدا، احنا برنامج رياضي صباحي بنتكلم عن كل الرياضات، مش بس الرياضات المحليه، مش بس كره القدم، احنا بنتكلم عن الرياضه المحليه والعالميه، بنتكلم عن كره القدم المحليه والعالميه. بس اكيد يعني اكيد واحنا بنتكلم هنركز على فريقنا والاهلي في كل اخبارنا ورياضاته المختلفه. واكد مره ثانيه احنا اكيد مش استوديو تحليلي زي ما بقول لحضراتكم، احنا برنامج صباحي رياضي. خليني بقى النهارده كده انوه على الفقرات اللي معانا، ان احنا معانا فقرتين يعني زي ما بيقولوا جمال جدا. اول حاجه معانا الفنانه اسماء شعيب، هي فنانه تشكيليه وبيلقبوها برسامه الاهلي، هي رسمت لوحات فنيه كتيره جدا للاعيبه الاهلي والمشاهير. والفقره الثانيه هيكون معانا كابتن اسامه عرابي نجم الاهلي السابق. زي ما قلت لحضراتكم طبعا كلنا عارفين ملف كره القدم في غايه الاهميه، واحنا يمكن عندنا لسه ماتشات مهمه جدا، واللي فات كمان عايزين نتكلم عنه، في يمكن يعني الماتش الاخير كمان لسان داونز في كلام كتير ده فعلا عايزين نقوله، وفكرتنا برضو الاخطاء التحكيميه المستمره وهذا المشهد اللي بنتمنى ان هو ينتهي يعني من الساحه الرياضيه قريبا جدا. نبدا بقى مع حضراتكم اول اخبارنا، واول خبر معانا هو في غايه الاهميه وحاجه خليني اقول يعني محترمه جدا. عده قرارات امبارح اخذها مجلس اداره النادي الاهلي. خليني ابدا، اولا قرر المجلس ان هو في اجتماعه امبارح برئاسه كابتن محمود الخطيب تعيين الاستاذ ياسين منصور رئيسا لمجلس اداره شركه الاهلي لكره القدم، المهندس مصطفى مراد فهمي نائبا لرئيس مجلس الاداره، كابتن حسام غالي عضو بمجلس الاداره. كمان قرر مجلس اداره النادي تشكيل مجلس اداره شركه الاهلي للمنشات الرياضيه، وتعيين الدكتور سعد شلبي مديرا تنفيذيا للاهلي خلفا للعميد محمد مرجان اللي تولى منصب نادي نائب رئيس مجلس اداره شركه استادات الوطن. خلينا على كل حال نروح نسمع يعني كافة القرارات لأن لسه في قرارات تانية، ونرجع نكمل مع حضراتكم. تفضل. كل التحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام وجمهور النادي الأهلي في كل مكان. مجلس إدارة النادي الأهلي المنعقد اليوم 16 مايو 2021 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الحقيقة رشح عنه مجموعة من القرارات نعرضها لحضراتكم. أولها قرار مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب في جلسته المفتوحة مساء اليوم تعيين الأستاذ الدكتور سعد شلبي، وكان مستشارا لمجلس الإدارة للتسويق والتعاقدات، قائما بأعمال المدير التنفيذي للنادي الأهلي، والبدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين المدير التنفيذي وفقا لنص أو لنصوص لائحة النظام الأساسي للنادي. كل التوفيق للدكتور سعد شلبي في مهمته، وهو اختيار صادف أهله. الحقيقة أن الرجل يتمتع بسيرة ذاتية وأخلاقية متميزة للغاية، وهو مكسب كبير لا شك للنادي الأهلي. اثنين، قرر مجلس إدارة النادي الأهلي في اجتماعه مساء اليوم تعيين الأستاذ ياسين منصور رئيسا لمجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم، والمهندس مصطفى مراد فهمي نائبا لرئيس مجلس الإدارة، والكابتن حسام غالي عضوا بمجلس الإدارة. ثلاثة، القرار الثالث،
قرر المجلس ايضا ظهر اليوم تشكيل مجلس اداره شركه الاهلي للمنشات الرياضيه على النحو التالي: برئاسه المهندس ايمن اسماعيل رئيسا لمجلس الاداره، والمهندس حازم هلال والاستاذه مي سامي حافظ عضوين بمجلس الاداره. في لمحة سريعة كده، الحقيقة المهندس أيمن إسماعيل كان له العديد من النجاحات الإدارية وتولى العديد من المناصب زي رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، ورئيس مجلس إدارة دار المعمار، وأيضا رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية سابقا. أما الأستاذة مي والمهندس حازم فهما من الكفاءات الإدارية اللي ليهم الحقيقة أيضا سيرة ذاتية متميزة للغاية. اعتمد ايضا اليوم مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب تشكيل مجلس اداره شركه الاهلي للخدمات الرياضيه، وهتتشكل كالتالي: الوزير السابق يحيى راشد وزير السياحه الاسبق رئيسا لمجلس الاداره، استاذه سهى الترجمان، والمهندسه ايمان عبد المنعم سامي عضوتان بمجلس الاداره. دي كانت مجموعه من قرارات مجلس الاداره اللي صدرت اليوم. كل التوفيق لشركات الاهلي وللكوادر المتميزه اللي بيتمتعوا بخبرات كبيره جدا. بالتوفيق، كل امنياتنا لهم بالتوفيق في خدمه الكيان واضافه الحقيقه قيمه مضافه للوطن من خلال العمل في النادي الاهلي كمؤسسه وطنيه تحت المظله الكبرى مصر دائما وابدا. اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خلينا نقول تاني، قرارات زي كده في غاية الاحترام، وكمان فكرة الأسماء اللي تم اختيارها لهذه المناصب كمان أسماء كبيرة جدا وأسماء محترمة جدا. فكرة هنا ان احنا نتكلم عن إنشاء شركة لكرة القدم، حضرتك بتتكلم كده، أنا بتكلم سريعا أو هحاول أشرح سريعا، أنت بتاخد هذه الصناعة لمنطقة تانية تماما، فاللي احنا هنشوفه في المستقبل هيبقى فيه نقلة تانية، حاجة يعني خليني أقول لحضراتكم في غاية الاحترام، ويمكن من النوادر إن هي تحصل، مش موجودة، ما فيش نادي أعتقد إن هو أخذ خطوة زي كده غير في الخارج، فإن احنا نكون سباقين في هذه الأمور دايما أعتقد دي حاجة تحسب للنادي الأهلي وكمان أكيد لكابتن محمود الخطيب. تعالوا هنا برضو سريعا نبص على بعض الأسماء اللي تم اختيارها. لما نيجي نتكلم عن يعني المهندس ياسين منصور، المهندس ياسين منصور فكرة ان انت تختاره ده انت بيعود مرة تانية للمشهد الرياضي، انت كده بتعمل فكر استثماري رائع. هذا الرجل يعني من كبار رجال الأعمال، وهو أهلاوي صميم وكان عضو مجلس إدارة في السابق، فهو شخص فعلا يمكن ان هو يقدم الكثير جدا في هذا المنصب. فكرة كمان المهندس مصطفى مراد فهم، يعني هذا الاختيار كمان اللي بيدل على احترافية حقيقي، وبعض الناس ممكن تقول لك ايه ده، هو ده مش كان نازل قبل كده منافس وغيره، ما فيش حاجة اسمها كده عندنا، كلنا ابناء الاهلي، هذا الاسم له يعني الكثير من الخبرات، فانت بتتكلم في اختيار مناسب من الاشخاص للمكان المناسب. ومرة تانية بقول لحضراتكم اكيد كلنا مع مجلس ادارة يعني النادي الاهلي برئاسة كابتن محمود الخطيب بنتمنى التوفيق لكافة القيادات والوقت وقع عليها الاختيار للتعاون اكيد مع مجلس هنا اداره النادي لخدمه الاهلي في المجالات المختلفه زي ما شفنا من خلال الشركات اللي تم تشكيل مجالس ادارتها في الاجتماع، خاصه ان احنا بنتكلم ان يعني جميعهم اسماء ليها تقدير خاص ذات خبره كبيره بتهدف في الاول وفي الاخر لمصلحه الاهلي، فكل التوفيق باذن الله، واكيد احنا متوقعين النجاح والعديد والعديد من الانجازات اللي احنا يعني عهدنا عليه مع النادي الاهلي. طيب خلينا بقى نروح لملف تاني ونتكلم عن مباراة الأهلي وسان داونز اللي كلنا تابعناها واللي كلنا في نهايتها كان عندنا علامة استفهام. يعني النادي الأهلي بنتكلم اشتكى الحكم السنغالي ناداي للكاف، ده على الرغم ان احنا بنقول ان احنا كسبنا بهدفين كمان نظيفين، لكن ليه ده حصل؟ لان اللي حصل في الماتش اعتقد ما ينفعش ان احنا نسكت عليه، اللي ارتكبه الحكم اللي احنا هنقول يعني لا يندرج تحت بند الأخطاء
اكيد غير المتعمده. كان واضح جدا في التحام الحارس، كلنا شفنا هذا المشهد، حارس اونيانجو اللي التحم في ظهر محمد شريف، ويعني اعتقد حاجه زي كده او مشهد زي ده كان اقل حاجه تكون يعني جزاء ويبقى فيها ضربه جزاء وطرد، يعني ده اللي احنا نعرفه او هي دي القوانين اللي احنا المتعارف عليها خلينا نقول. فمشهد غريب جدا. انا عايز اقول لحضراتكم كمان كابتن محمد شريف على انستغرام امبارح وهذه الصوره يعني لسه امبارح منزلها، هو منزل صوره ظهره عليه علامات استفهام، وزي ما حضراتكم شايفين يعني اصابه زي كده لا قدر الله ممكن كانت تنهي يعني مشوار اي لاعب. احنا مش بنتكلم بس عشان هو لاعب في الاهلي، مش بنتكلم عشان هو محمد شريف، احنا بنتكلم ان المشهد اللي احنا شفناه ده يعني غير مقبول تماما. على الاقل لازم يعني اللي شاف احداث المباراه يعني يفكر كده في سير المباراه، كان لو في اكشن اتاخد، لو حصل خلينا نقول طرد للحارس او اي خطوه اتاخدت، كان ممكن ان هو كمان يفرق بشكل كبير مع الاهلي. يعني فكره ان هو ما حصلش هذا الطرد، في اطمئنان حصل من سان داونز، ولو كان في حاجه او اكشن اتاخد حقيقي هتلاقي ممكن الى حد ما تراجع او بسبب النقص بقى اللي هيكون العددي الموجود، ويمكن يمكن كان ده هيبقى فرصه اكبر للاهلي في زياده النتيجه. يعني اعتقد ان هو مش خطا عادي يا جماعه، هو خطا مؤثر على سير المباراه، بالاضافه زي ما كنت بقول لحضراتكم ان هو يعني لا قدر الله ممكن ان هو فعلا كان يؤدي لانهاء يعني مسيره لاعب بلا اي لازمه. دي نقطة. النقطة الثانية اللي احنا عايزين نتكلم فيها برضو اعتقد ان هي لا تقل اهمية، فكرة ازدواجية المعايير. ازدواجية المعايير كانت واضحة جدا من الحكم السنغالي. ليه؟ اي لمسة كانت من لعيبة النادي الاهلي ضد سان داونز كان بيحصل فيها خطأ، كان بيحصل فيها تهديد، كان بيحصل فيها اكشن، لكن في المقابل احنا ما شفناش ده خالص على الفريق المنافس. يعني لو احنا هنتكلم هنا عندنا علامة استفهام كبيرة جدا. طيب يعني حجم الفريق ما بقيناش كمان نقدر نقول احنا بنلعب بأريحية، يعني احنا اللعيبه بتوعنا كل لاعب فيهم كان خايف ان هو ياخد اي جزاء اي رد فعل من الحكم، سواء بقى عن حق او غير. فحاجه كانت غريبه جدا، اعتقد اي حد شاف هذه المباراه مش بس اي شخص اهلاوي يعني هيقول في ايه اللي حصل ده. برده خلينا نقول هو اثر على اختيارات كمان المدير الفني باتسو موسيماني، لان احنا بنتكلم ان هو كان مجبر ان هو يغير رامي ربيعه بين الشوطين زي ما احنا شفنا، كان خايف ان هو يتم طرده بعد ما كان الامر زي ما بنقول واضح في تحفظ كبير من الحكم. طيب انت كده يعني كاهلي بقى لو انا هتكلم احنا خسرت تغيير كان مبكر جدا، فكره هنا رامي ربيعه ان هو يعني يتم تبديله من غير لا اصابه، وانما فكره بنتكلم عشان خوف، يعني انت بتغير عشان الخوف. تخيل ده بقى شعور وصل لمدير فني. طيب يعني الفريق بقى ايه الروح اللي وصلت له؟ حاجه غريبه جدا، اعتقد يعني محتاجين فيها او محتاجين نعرف اخرتها ايه. النادي الاهلي على كل حال خلينا نقول الخطوه دي اللي هو اخذها مش بس علشان شكوى الحكم، لا خليني اقول لحضراتكم هي بتقول للكاف ان النادي الاهلي تعرض لظلم، والظلم ده وقع كمان على ارضه. طيب هل في مخاوف في المستقبل؟ اكيد في مخاوف في المستقبل من تكرار الموضوع ده او هذا الامر في مباراه بقى احنا بنتكلم العوده. فبنرجو بنرجو يكون في اهتمام بمراقبه التحكيم اكتر في يعني الوضع الحالي اللي احنا شايفينه. على كل حال النادي الاهلي خليني اقول لحضراتكم ان هو اكد في الشكوى ان الحكام بيرتكبون اخطاء مؤثره جدا في هذه الادوار الاقصائيه، وما يترتب عليه ضياع جهود منظومه عمل بالكامل. انت مش بتتكلم عن لاعب، مش بتتكلم عن مدير فني، منظومه عمل بالكامل، اكيد اهدار ملايين من الدولارات اللي بتقوم الانديه بانفاقها على شراء لاعبين والتعاقد يعني مع اجهزه فنيه. طيب انا هختم هذا الملف وهنسال يعني فين تطبيق برضو هنا تقنيه الفار في المباريات اللي زي كده. ده سؤال اعتقد كل يعني الزملاء والمحللين والنقاد الرياضيين كانوا بيسالوه، ما اعتقدش ان هو يليق ابدا ايا كان المبرر عدم وجود فار في اكبر بطوله للانديه في افريقيا، لا يليق ابدا بحجم يعني قاره افريقيا. نتمنى ونكرر ان هذا المشهد ينتهي قريبا. طيب
على كل حال خلينا نكمل بعد كده مع حضراتكم، واستكمالا هنا بقى لمباريات الفوز الفرق الاهلي بتحققها في مختلف الاعمار. امبارح كان يوم مميز جدا، سواء احنا بنتكلم عن الماضي او الحاضر، بس خلينا نتكلم عن الحاضر الاول. فريق الناشئين لكره القدم بالنادي الاهلي مواليد 2003 امبارح فاز على مضيفه الزمالك بهدف دون رد في المباراه اللي اقيمت على ملعب نادي الزمالك، كان ضمن الجوله ال 15 من المرحله النهائيه لبطوله الجمهوريه. الهدف ده جه للاهلي في الدقيقه تحديدا 54 من زمن المباراه عن طريق المدافع المتألق فعلا إبراهيم عبد الحكيم، كانت برأسية يعني رائعة من ركلة كانت ركنية علشان بعد كده يقتنص الأهلي 3 نقاط. والفوز ده بنقول إن هو رفع أهلي 2003 رصيده بقى ليه 27 نقطة جمعها من الفوز تحديدا في 8 مباريات، اتعادل في 3 واتهزم في 2، مسجلا هنا نقدر نجمعهم 23 هدف مقابل 10 أهداف في مرمى. يعني مباراة كانت جميلة جدا، عايز أقول لحضرات مبروك لأهلي 2003 والناشئين في الأهلي برضو تحت قيادة كابتن خالد بيبو. خليني أقول إن هي اتنقلت نقلة فعلا تانية، حاجة كانت محترمة جدا. في فرق كنا بنشوفها ما كانتش يعني بتكسب تماما، لا دلوقتي احنا بنتكلم تحديدا كمان 2003 ان هم بيحققوا فوز بهذا الشكل، فاعتقد ده اكيد شيء مشرف جدا وشيء يسعدنا كلنا. ده بالنسبة زي ما كنت بقول لحضراتكم امبارح كان يوم مميز للحاضر، لكن طبعا الماضي احنا بنتكلم برضو كانت ذكرى جميلة جدا على النادي الاهلي. احنا بنتكلم بيبو وبشير وال6-1، هذا اليوم التاريخي اللي اكيد كلنا مش هننساه. ناس كثيرة جدا السوشيال ميديا كانت متفاعله وحاطين صور مانويل جوزيه وخالد بيبو، يعني يوم زي ما بنقول الاهلاويه بيسعدوا بيه، فيعني دايما كده ان شاء الله الاهلي يفرحنا. بس امبارح فعلا كان يوم مميز زي ما بقول لحضراتكم على الماضي والحاضر. خلينا نقول بقى امبارح على شاشه كمان قناه الاهلي كان في حدث مهم جدا، اذيع نهائي كاس رئيس دوله الامارات، وده استمرارا لتعاون قنوات ابو ظبي الرياضيه وقنوات الاهلي، كان بث مشترك وتوج فريق شباب الاهلي الاماراتي بلقب كاس رئيس الامارات للموسم الحالي 2020-2021، ده بعد فوزه في النهائي على نظيره النصر ب2-1. خلال المباراه اللي اقيمت على استاد هزاع بن زايد حسم شباب الاهلي زي ما بنقول اللقب العاشر ليه في البطولة الغالية بعدما حسم في مواجهته أمام النصر بنتيجة 2-1. خلينا نروح نتابع كده أهداف المباراة. عادل حميد وعلى وتر القيادة، وما تفعل القيادة شباب الأهلي ضربة جزاء سددت قوية كحال الأولى في الشوط الأول، وبالتالي شباب الأهلي بضربتي جزاء، واحدة في الشوط الأول والثانية في الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني، يتقدم الآن، يكون هو الأقرب، يكون هو الأقرب. نعم يقترب شباب الأهلي، نعم النصر الذي بلغ وانتهت. طيب خليني اروح مع حضراتكم لملف اخر، وهو يعني ملف برضو مهم جدا اللي احنا كنا حذرنا كتير جدا، ووزاره الصحه كمان تحدثت اكتر من مره، يا جماعه خلوا بالكم جدا تحديدا في شهر رمضان وفي العيد، يعني بنتكلم تزايد اعداد اصابات هنا كورونا. الارقام الجديده بتشير لتسجيل 1201 حاله ايجابيه جديده بفيروس كورونا، عندنا 58 حاله وفاه، اجمالي العدد اللي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 245,721. يعني طبعا أرقام مش حلوة، الواحد ما كانش يتمنى أبدا أن يكون في إصابة حتى ولو واحدة جديدة. مهم جدا تاني وحنأكد أن احنا نراعي التدابير الاحترازية ونلتزم بالإجراءات دي حفاظا على صحتنا وصحة كمان اللي حوالينا. يعني في ناس بايع على القضية، خليني أقول لحضراتكم في ناس كتيرة جدا يقول لك سيبها على الله. طيب حلو أنك تسيبها على الله، ولكن في نفس الوقت خلي بالك أن أنت لو مش خايف على نفسك أنت ممكن لما تصاب بهذا الفيروس تعدي حد من أهلك، ولقدر الله أن هو الموضوع يقلب يعني
بحاله مش كويسه او قد تؤدي الى وفاه, وفي الاخر انت اللي هتلوم نفسك. فارجوكوا حتى الشخص اللي هو مش حاسس بخطوره الفيروس بس يهتم جدا بالاجراءات الاحترازيه. احنا هنفضل نقول الكلام ده كل يوم, وهتفضل وزاره الصحه تحذر, لان زي ما بقول لحضراتكم هو موضوع منتشر في العالم كله, والاعداد في العالم كله الى حد ما بتتزايد, غير الدول طبعا الفاكسينيتد او اللي هي يعني التطعيم عندها اجباري, فالاعداد الى حد ما برضو متقلصه. لكن احنا بنتمنى ان شاء الله بعد ما التطعيم او كلنا يتم تطعيمنا اكيد الاعداد تقل, لكن حتى هذه اللحظه ارجوكم نتوخى الحذر. ننتقل بقى لحاله الطقس زي ما احنا متعودين في 10 الصبح في الاهلي وتوقعات درجات الحراره, ونرجع نكمل. شايفين درجات حرارة 42 و43. يمكن أنا وكريم مش من عشاق أبدا الصيف, ناس كتير زينا. أنا بالنسبة لي أحب الشتاء جدا, فواضح أنه هيكون صيف يعني شديد الحرارة. على كل حال فاصل سريع وهنرجع نكمل مع حضراتكم. مرحبا بحضراتكم مره ثانيه, وزي ما احنا متعودين بيكون معانا لازم كل يوم اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه مع مراسلتنا النهارده هتنورنا نورهان تمان من مقر النادي الاهلي بالجزيره. نورهان انا بصبح عليكي صباح الخير والحمد لله على سلامتنا, يعني اول حلقه بعد الاجازه و10 الصبح في الاهلي. اخبارك ايه يا نورهان في البدايه؟ الحمد لله على سلامتك طبعا يا نهاوند, وطبعا كل سنه وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي بخير, وصباح الخير عليكم كلكم, وان شاء الله طبعا تكونوا قضيتوا اجازه سعيده في ايام عيد الفطر المبارك. احنا هنا طبعا زي ما عودناكم من مقر النادي الاهلي الرئيسي بالجزيره هنطلعكم على ابرز واهم اخبار النادي. كمان طبعا احنا عارفين انه لا صوت يعلو فوق صوت افريقيا وتحديدا الفريق الاول لكره القدم, معانا اخبار كتير عن الفريق الاول, يعني يمكن طبعا اهمها انه النهارده ان شاء الله الفريق هيطير الى جوهانسبرغ وجنوب افريقيا طبعا لملاقات سان داونز ان شاء الله يوم السبت المقبل في اياب دور الثمانيه لدوري ابطال افريقيا المباراه المرتقبه. طبعا زي ما احنا عارفين انه النادي الاهلي طبعا تفوق في المباراه الاولى بهدفين دون رد في على ملعب الاهلي والسلام, ودي طبعا كانت المباراه يوم السبت الماضي, واللي منح المدير الفني اجازه للاعبين يومين عقب انتهائها. كمان عايزين نقول لكم انه الفريق ان شاء الله هيتجمع في مطار القاهره الساعه 7 على ان يكون السفر الساعه 9 مساء. الرحله هتستغرق 8 ساعات ان شاء الله. كابتن سعيد عبد الحفيظ طبعا اتصالات لم تنقطع مع سفير مصر في جنوب افريقيا للاطمئنان على كافه التجهيزات اللي هيكون ان شاء الله في استقبال البعثه اللي هيكون رئيسها كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي. كمان يمكن طبعا من بعض يعني جزء من تشديدات كابتن سيد عبد الحفيظ هو طبعا الاهتمام باتخاذ كافه الاجراءات الاحترازيه يعني حمايه لاعبينا من لا قدر الله طبعا اي اصابه بفيروس كورونا المستجد. كمان خلينا نقول لكم خبر يعني يمكن حصري لينا لقناه النادي الاهلي بعد اتصال هاتفي مع الدكتور احمد ابو عبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق, اكد انه علي معلول ان شاء الله وحمدي فتحي هيسافروا مع البعثه, ويمكن كمان قال لنا انه يعني في
في احتمالية قائمة لطبعا جاهزيتهم على المستوى الطبي، ولكن قال انه بشكل رسمي حتى الان الثنائي يعني غير جاهز بنسبة 100% للمشاركة امام سان داونز، ولكن يمكن خبر السعيد ان شاء الله ان هم هيكونوا جاهزين للمشاركة امام يعني نهضة بركان في مباراة السوبر الافريقي ان شاء الله اللي هتقام يوم 28 من الشهر الجاري. طبعا دي يمكن بعض اخبار الفريق الاول. كمان لسه معانا يمكن حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني بعد الاداء الفني الكبير اللي ظهر عليه جونيور اجاي في المباراة الاخيرة اللي طبعا امام سان داونز اللي شارك فيها كبديل بعد غياب فترة طويلة جدا بسبب الاصابة. حالة الارتياح كانت طبعا من جانب موسيماني اللي وجه مدرب الاحمال بضرورة الاهتمام بالحالة البدنية للاعب في الفترة القادمة. طبعا زي ما احنا عارفين او زي ما قلنا لكم انه اللاعب راجع من اصابة طويلة. كمان عايزين نطمنكم على عمرو السولية وقفشة. طبعا يمكن بعد مباراة سان داونز يعني شعروا بإجهاد شديد جدا، برضو دكتور أحمد أبو عبلة طمننا على الثنائي وقال أنه الثنائي جاهز للمشاركة أمام سان داونز. طبعا بيتسو موسيماني حذر اللاعبين من التهاون في المباراة القادمة وعدم الاعتماد على نتيجة المباراة الأولى. طبعا فزنا بهدفين دون رد إلى حد كبير يعني نتيجة مريحة، ولكن المدير الفني أكد للاعبين انه سان داونز يعني صعب جدا على ملعبه. زي ما احنا عارفين طبعا بيتسو موسيماني كان المدير الفني السابق للفريق الجنوب افريقي. حابين كمان طبعا نبارك بعد طبعا يعني شنطة الأخبار عن الفريق الأول، حابين نبارك للناشئين 2000 مواليد 2003 بعد فوزهم على الغريم التقليدي أمس بهدف دون رد في المباراة طبعا اللي أقيمت على ملعب الزمالك. كمان خلينا نقول أنه على صعيد الناشئين فريق 99 تلقى النادي الأهلي خطاب من يعني اتحاد الكرة المصري بشأن المباراة الفاصلة اللي إن شاء الله هتقام ما بين الأهلي الزمالك لمواليد 99 لتحديد بطل الدوري يعني دوري بطولة الجمهورية، والمباراة هتكون يوم 26 الشهر الجاري على ملعب السكة الحديد. كمان خلينا نبارك لفريق سيدات الطائرة اللي ان شاء الله النهاردة هيستلموا درع الدوري عقب المباراة اللي هتقام ان شاء الله امام فريق نادي الصيد الساعة 6 على صالة الامير فيصل اللي هكون طبعا ان شاء الله هنا في مقر النادي الرئيسي. الفريق يعني يمكن حصل على او ضمن لقب الدوري بعد صراع كبير مع الزمالك والصيد قبل جولتين من اليوم. كمان اخيرا بقى معانا ابطال سكواش الاهلي على راسهم بطل العالم مصطفى عسل بيستعد للمشاركه في بطوله الجونه للسكواش اللي هتقام ان شاء الله 20 مايو الجاري. دي طبعا كانت ابرز اخبار النادي هنا من مقر النادي بالجزيره. معاكي انا هواند لو في اي اسئله. اخبار جميله يا نورهان، كمان بالذات لما طمنتينا عن جاهزيه علي معلول وحمدي فتحي للمشاركه، وفكره كمان انك تطمنينا على عمرو السوليه وقفشه، يمكن تحديدا عمرو السوليه وقفشه بعد ماتش سان داونز كانوا بيشعروا بارهاق شديد جدا، وكمان في المباراه قفشه يمكن اشتكى من يعني وجع في الضلوع، فكويس ان انت تطمنينا في ارهاق شديد جدا بيمر بيه اللعيبه بتوعنا، لازم ده برده نبقى عارفينه كويس جدا يعني. فدي اخبار كويسه. الحاجه الثانيه بس قبل ما نسيبك برضو نطمن الناس، دلوقتي انت موجوده في النادي الاهلي، خلينا نعرف منك الاجواء هناك، درجه الحراره، الاقبال، برضو الدنيا اخبارها ايه المروريه في محور النادي، خلينا نعرف عشان لو اي حد من الناس نازل لاي مشوار دلوقتي. اتفضلي. يعني يمكن درجة الحرارة العظمى النهاردة 32 والصغرى 20، درجة الحرارة مقبولة هنا داخل النادي. العمال طبعا في الساعات الأولى من صباح اليوم يعني كانوا على هبة الاستعداد لطبعا استقبال أعضاء الجمعية العمومية مع التجديد على طبعا اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية. سلاسة مرورية يمكن شهدها محيط النادي هنا في منطقة الزمالك بشكل كبير في الساعات الأولى، ويعني يمكن الحمد لله طبعا يوم لطيف بعد ما يعني
طبعا انتهاء اجازات العيد، وطبعا يعني ببارك للنادي الاهلي طبعا ان شاء الله يعني هيكون في افريقيا يقدم مستويات جيده ان شاء الله. بنشكرك جدا زميلتنا العزيزه نورهان طمان على هذه التغطيه الاكثر من رائعه، ومره تانية يمكن هي قالت لنا خبرين مهمين جدا. احنا كنا اكيد قلقانين عن اللعيبه بتوعنا، لان الماتش الاخير زي ما احنا قلنا يعني كان فيه يعني علامات تعجب شديده جدا، وكان فيه الى حد ما خوف يعني من قبل اللعيبه، لان زي ما قلنا ما فيش حكم الى حد ما يعني مش عايزه اقول مصطلح كبير، ولكن يعني مركز مع لعيبه الاهلي اكتر بكتير ما مركز مع الاخطاء اللي بتحصل في الملعب. يعني كان هناك الى حد ما شويه اضطهاد، كان هناك سميها زي ما حضرتك عايز، ولكن كانت الامور لا تسير على ما يرام. فاللعيبه بتوعنا الحمد لله ان احنا بنطمن عليهم، زي ما كنت بقول لحضراتكم يعني فعلا كان في بعد المباراه اجهاد شديد جدا من قبل عمرو السوليه وقفشه، ويمكن كابتن سامي قمصان كمان في مداخله بالامس تحدث ان هم حصل لهم اغماء بعد المباراه. انا بقول لحضراتكم يعني عن لسان كابتن سامي قمصان، فالوضع فعلا ما كانش ابدا مريح. فنتمنى دايما ان شاء الله الشفاء للعيبه، ونتمنى زي ما احنا كنا طرحنا هذا الملف ان يكون في بقى يعني وقفه في فكرتنا الاخطاء التحكيميه. كمان عايزين نطمن او نقول الحمد لله على سلامه كابتن محمد الشريف، زي ما كنت بقول لحضراتكم صوره يعني محزنه جدا اللي هو كان حاططها على الانستغرام. خلينا بقى ننتقل دلوقتي ونروح مقر جريده الجمهوريه ومراستنا مريم سميح، ونتابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع المحليه، ومعها الاستاذ حسام الغرباوي الكاتب الصحفي بالجمهوريه. مريم في البدايه بصبح عليكي، واول حلقه انت معانا في 10 الصبح في الاهلي بعد الاجازه، فصباح الخير عليكي. وقولي لنا، لان احنا معانا مانشيتات اعتقد في غايه الاهميه، بدايه مع موسيماني والمانشيت اللي بيتحدث ان موسيماني حديث الساعه، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، طبعا يعني بصبح عليكي بعد غياب طويل عودا حميدا، الحمد لله على السلامه، والحمد لله كمان على سلامه 10 الصبح في الاهلي. يمكن وحشني قوي، صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند. احنا يعني بصراحه بقينا مشهورين بيها في كل مكان، واكيد زمايلي هيوافقوني الراي. يعني طبعا انتوا كنتوا بتطلوا علينا من خلال الاهلي في رمضان، ولكن يعني 10 الصبح في الاهلي ليه معزه خاصه عندنا كده في قلوبنا. فالحمد لله على السلامه، وكل سنه وكل مشاهدين قناه الاهلي بخير، وكل سنه وانت طيبه يا نهاوند. وانت طيبه يا مريم. طبعا زي ما انت قلتي، الجوله الصحفيه الاولى من داخل جريده الجمهوريه عقب انتهاء شهر رمضان، يعني هيكون بيساعدنا طبعا يكون فيها معانا الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريده الجمهوريه. ولكن خلينا الاول يعني نلقي نظره على العناوين اللي هتكون معانا في هذه الجوله. البدايه من جريده الجمهوريه، موسيماني حديث الساعه، الجنوب افريقي يثير القلق، لم نتاهل. ومن بوابه اخبار اليوم، قمصان اللقب العاشر ينتظر الاحمر. كمان من اليوم السابع، اتحاد الكره بيدرس قيد 30 لاعب في القوائم بسبب ضغط المباريات وخمسة تحت السن. والعنوان الأخير اللي هيكون معانا النهاردة في الجولة الصحفية من موقع الشروق، استطلاع نحو 60% من اليابانيين يرون ضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب كورونا. طبعا كل هذه العناوين يساعدنا أن احنا نتناقش فيها زي ما نوهت في بداية فقرتنا الصحفية النهاردة مع الأستاذ حسام الغرباوي الناقد الرياضي بجريدة الجمهورية. بصبح عليك طبعا، كل سنة حضرتك طيب، والحمد لله على السلامة طبعا على شاشة قناة النادي الأهلي. وحضراتكم طيبين، وجميع محبي النادي الأهلي وقناة الأهلي وكل الإخوة الزملاء فيها يعني إن شاء الله. طبعا من جريده الجمهوريه يمكن العنوان الابرز هو يعني موسيماني هو حديث الساعه، يمكن كان ليه بعض التصريحات اللي تسببت في قلق لجمهور الاهلي بسبب يعني بعد طبعا يعني النجاح في تحقيق الفوز على سان داونز بثنائيه نظيفه، قال انه يعني لسه المشوار لسه لم نتاهل، كمان الفريق لم يحسم التاهل بعد، وفي معركه كبيره جدا في انتظار النادي الاهلي يوم السبت المقبل. كمان قال ان هو محتاج يحسن اداء الفريق الدفاعي. من وجهه نظر حضرتك، شايف ان النادي الاهلي محتاج ايه للتاهل؟ طبعا احنا الاهلي الحمد لله ان هو كسب بهدفين نظيفين هنا في القاهره، وان شاء الله يعني هدف هناك باذن الله اكيد هيحل القصه خالص، وان شاء الله تاهل بقوه، وان شاء الله باذن الله يتوج بالبطوله العشرة باذن الله، والنادي الاهلي هو
أدي إن شاء الله للمهمة اللي إحنا مش عايزين نقول صعبة، ولكن هو بإذن الله هنبارك له يعني إن شاء الله. ولكن طبعا إحنا هو موسيماني واقعي، هو موسيماني مش عايز، لأن طبعا بعض اللاعبين أما بيحس إن هو خلاص تأهل أو كسب، زي حتى لو في المباراة الواحدة بالله لو الشوط الأول قدر ان هو مثلا يحرز هدف او كده، ممكن بنلاقي لو اللاعب تراخى شويه ممكن يتعادل وممكن الماتش بيروح. فهو موسيماني من وجهه نظره ان هو عايز يدفع اللعيبه ويرفع من روحهم المعنويه ويأكد ان ما زالت لسه احنا ما تأهلناش، لازم يطمن ان هو يفوز من المباراه الجايه ان شاء الله. وده شيء طبيعي جدا من راجل اللي هو عنده خبره وفاهم، خاصه ان الفريق سان داونز هو اللي اسسه موسيماني، والمدير الفني هناك هو كان المساعد ليه. ورغم ذلك احترام موسيماني، وده شيء طيب يحسب له للفريق الخصم، ان هو حتى راح بدري 5 أيام عن المباراة أو أكتر من يوم، بحيث أن اللاعبين أن هم يحسوا بالجو هناك ويعتادوا عليه، خاصة هيبقى المباراة في وقت صعب بالنسبة للاعبين. فشيء طبيعي أن هو هيديهم الدفع المعنوية من خلال أن أنا أقلق، لازم أبذل أقصى مجهود ممكن، اللعيبة تركز زي ما كان طلب من حسين الشحات في بعض المواقف وما نفذش طبعا اللي كان مطلوب منه، خاصة في إكمال الهجمات وتنفيذ المهام اكلت اليه. وطبعا بالتالي ان احنا طبعا اجاي نزل بشكل طيب، طبعا بنبارك له ان هو نزل ورجع تاني للمشاركه القويه، وده شيء طبيعي ان هو هيلم جميع اللاعبين بقوه خلف الفوز. يعني انا شايف ان هو بيحسهم بقوه ان احنا لازم نفوز بالمباراه الجايه، احنا يا جماعه ما تاهلناش، احنا يا جماعه لسه في خطر، لان احنا لو حسينا بالخطر احنا هنلعب على ملعب غير ملعبنا، جمهور غير مصر، فشيء طبيعي هتبقى ضغط نفسي رهيب. فلازم انا لما احس بالمسؤوليه شيء طبيعي ان انا هبذل قصارى جهدي، وان شاء الله نبارك للنادي الاهلي. يمكن كابتن سامي وصان كان في بعض من الاريحيه في التصريحات، طبعا عامل حساب كبير للمباراه، ولكن كان شايف انه يعني موسيماني كان ادى الى جاهزيه كبيره جدا للاعبين، وده يمكن مدي اريحيه شويه انه يحقق الفوز او يضمن التاهل خلال المباراه المقبله. شيء طبيعي، النادي الاهلي نادي كبير وعنده اوراق رابحه كتير. احنا لما شفنا حسين الشحات مفيش، جونيور اجايه موجود، اما ربيعه حصل له مشكله نزلنا بداله ياسر ابراهيم، عندنا طاهر محمد طاهر، شفنا صلاح محسن يعني بصراحه بيقلب الموازين في خلال ثواني بسيطه جدا، عندنا طبعا بقيه التيم، شوف السوليه يعني كان بصراحه ادى مباراه طيبه، وموسيماني طبعا شكر فيه بشكل كبير جدا. كل ده بيعطي الفرحة والقوة أو الروح المعنوية للي شغالين معاه، للمديرين اللي بيساعدوا موسيماني. وشيء طبيعي هو لازم يقول كده، لأن زي ما موسيماني بيقول يا جماعة خلي بالكم احنا لسه ما تلاقيناش، لازم حد معاه تاني يدي الروح المعنوية ان احنا جماعة ان شاء الله هنكسب، شرط ان احنا نسمع تعليمات او ننفذ تعليمات الجهاز الفني بقوه، لان ما ينفعش النادي الاهلي باذن الله بتاريخه العظيم وثالث العالم، ثالث انديه العالم، ما ينفعش ان البطوله تروح، خاصه ان هو قريب منها جدا. فشيء طبيعي ان كابتن سامو قمصان يتكلم كده لرفع الروح المعنويه وللاعبين. يمكن سريعا عايزين نتطرق لدراسة اتحاد الكرة لاستمرار قوائم الأندية ب 30 لاعب في الموسم المقبل وخمسة تحت السن، خاصة هناك توقف طبعا يعني سواء في شهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر كمان ديسمبر. فعايز أعرف رأي حضرتك كمان يعني بطولة أفريقيا الكاميرون 2022 وكمان كأس العالم في يونيو 2022 في حالة تأهل، شايف المشهد إزاي ودراسة كمان يعني استمرار القائمة الأندية ب 30 لاعب وكمان خمسة تحت السن؟ طبعا هو دي جت بعد طبعا ما الأندية كلها زي ما بنقول كده لفتت الانظار، لان اللاعبين اجهدوا بشكل رهيب. يعني احنا بنلاقي الجهاز الفني الاهلي حتى اشتكى ان ساعات ما بيبقاش في وقت للتدريب من كتر قرب المباريات، الدوري مع البطوله الافريقيه، مع احنا داخلين كمان السوبر الافريقي مع نهضه بركان ان شاء الله يوم 28. فكل ده ضغط رهيب بيخلي اللعيبه لا تتحمل. احنا عرفنا طبعا ان سليه قفشه حصل لهم اغماء، فطبعا ده لو حصل ده غير طبعا شوف علي معلول كان عنده اصابات، سعد سمير كان بقاله فتره كبيره جدا، يعني حمدي فتحي، فكتير من اللاعبين
لازم بقى في بدلاء اقوياء يسندوا الفرق عشان البطوله يبقى شكلها محترم ويكمل مع الضغط الرهيب لجميع المسابقات، عشان اللي بيشارك سواء اللعيبه اللي بتروح المنتخب مع وبتشارك في افريقيا بشكل مستحيل ان هي بصراحه تقدر تتحمل الجهد البدني الرهيب. ممكن اللاعب نفسه يحصل له شوك او يحصل له اي مثلا شد عضل، شوف الخلفيه او اي حاجه بتحصل للاعب، اي اصابه بنقعد بها شهور. شوف علي معلول بقى له شهور طويله جدا وغيره وغيره وغيره. فبصراحه هو قرار ان شاء الله هيساعد كتير الفرق، وانا بصراحه معايا يعني. بشكرك جدا استاذ حسام، نورتنا وشرفتنا على شاشه قناه النادي الاهلي. طبعا يعني زي ما شفنا دي كانت جولتنا الصحفيه من داخل جريده الجمهوريه مع الاستاذ حسام الغرباوي الناقد الصحفي بجريده الجمهوريه. بشكركم جدا، العوده للاستوديو مره اخرى. واحنا كمان بنشكرك جدا على هذه التغطيه، وارجوك كمان تشكرينا الاستاذ حسام الغرباوي. شكرا ليك يا مريم، وبشكرك طبعا يا نورهان، شكرا ليكم جدا على هذه التغطيه. على كل حال احنا هنتكلم اكيد على هذه المباراه بشكل يعني أكثر تفصيلا في الفقرة مع كابتن أسامة عرابي، لأن احنا عندنا كلام كتير جدا أكيد نتكلم فيه. كمان الرد الفعل أو الناحية التانية، احنا بنتكلم إن يعني كيف تناولت كمان الصحف في جنوب أفريقيا هذه المباراة اللي جمعت ما بين الأهلي وسان داونز، واللي احنا فزنا فيها بهدفين زي ما بنقول نظيفين. يعني خليني أقول لحضراتكم سريعا من ردود الأفعال اللي أنا تابعتها، برضو كان في صحفي بيتحدث ان احنا كنا يعني مش متوقعين طريقة لعب الاهلي بهذا الشكل، وفكرة كمان وجود موسيماني ده صعب من مهمة يعني سان داونز. التفاصيل برضو خليني اقول لحضراتكم هتبقى ان شاء الله في الفقرة مع كابتن اسامي. خلينا بقى نروح لمشهد تاني كان رائع جدا امبارح، وردود افعال كانت كتيرة قوي على هدف مهم في مباراة ليفربول، اعتقد ما فيش حد ما شافوش يعني هدف، خلينا نقول بيعتبر من النوادر. الحكاية زي ما احنا تابعنا كلها عن هدف البرازيلي باكر حارس ليفربول في شباك ويست بروميتش، أليسون سجل هدف الفوز برأسية لفريقه ليفربول في الدقيقة الأخيرة. هي مش الدقيقة الأخيرة بس، هي كانت الدقيقة 94 ل 10 ثواني تقريبا، فيعني عشان هنا يعني نقول يفوز على ويست بروميتش ب 2-1 في المباراة اللي أقيمت ضمن مباريات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميوم ليج. مشهد كان رائع جدا، يعني كده نقدر نقول ان أليسون بقى اول حارس مرمى بيسجل هدفه لفريق ليفربول، يعني ما حصلش ان هو سجل اي حارس مرمى قبل كده في مباراه رسميه بقميص كمان ليفربول منذ انشاء النادي، ده كان عام 1892 اي هدف. فعشان كده احنا بنقول هدف من النوادر. كمان بيعد خليني اقول لحضراتكم هدف أليسون ده اول هدف فوز لحارس في الدوري الانجليزي، وزي ما بنقول اكيد بيعد هدف أليسون ده مهم جدا لليفربول اللي هو بيسعى اكيد للوصول لدوري الأبطال. ليفربول في المركز زي ما احنا عارفين الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي اللي في المركز الرابع. وأليسون امبارح قال مزاحا، هو قال كده يعني كتبها زي تويتر، قال هذا واحد من أفضل الأهداف اللي شهدتها في حياتي، وأفضل هدف سجلته هو الهدف الوحيد. يعني أعتقد التعليق هيقول أكيد حقك يا أليسون، أنت أعتقد بالجول ده دخلت التاريخ. يعني يمكن لو إحنا رجعنا برضو بالتاريخ، بما أن إحنا بقى ذكرنا التاريخ، حصلت هي قبل كده هل فكرة أو يعني فكرة أن حارس مرمى أن هو يسجل أهدافه؟ هي حصلت قبل كده في حراس مرمى سجلوا أهداف لفرقهم سواء إحنا بنتكلم في أوروبا أو على المستوى العربي. خليني أذكر لحضراتكم أسماء، مثلا عندنا ياسين بونو ده كان حارس إشبيليا الإسباني، في كمان الحارس السعودي مصطفى ملائكة، وفي غيرهم يعني كتير، لكن احنا بنتكلم ان دي أول مرة تحصل في ليفربول. فهدف كان رائع جدا، وكمان على السوشيال ميديا كان في يعني انتشار كبير جدا، وأعتقد كانت ردود الأفعال بالملايين على هذا الجول، وشفنا المشهد لما كان صلاح كمان بيحضنه، يعني كانت مشاهد جميلة. خلينا نروح بعد كده لملف آخر للأخبار هنا العالمية وكرة القدم تحديدا، اللي تغلب نابولي على مضيفه فيورنتينا بهدفين دون رد في الجولة قبل الأخيرة في منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم عشان يحافظ هنا على حظوظه في التأهل لدوري الأبطال في الموسم المقبل. خلينا نروح
طيب احنا كده اخبارنا خلصت، هنروح بقى فاصل، وبعد الفاصل زي ما احنا متعودين هننتقل للفقره الحواريه، او الفقره زي ما انا نويت في بدايه الحلقه هتكون معانا الفنانه اسماء شعيب. هي فنانه موهوبه جدا، مع ان يعني هي مش كبيره في السن، لكن بجد بترسم بشكل محترف وبتحب ترسم جدا لعيبه الاهلي. هنتابع معاها ونعرف قصتها بالظبط، ومين من يعني اللعيبه اللي هي قابلتهم واديتهم الرسمه بتاعتهم والحديث اللي دار، كل ده هنعرفه في الفقره. الفقره الثانيه زي ما نوهت برضه هيكون معانا كابتن اسامه عرابي نجم الاهلي السابق، وملفات عديده جدا عايزين نناقشها معاه. فاصل سريع وهنرجع نكمل. للاهلي محبونه وعشاقه في كل مكان ومجال، ولن تتعجب عندما يصادفك مشجعون سخروا مواهبهم في عشق المارد الأحمر. ومعنا اليوم مشجعة أهلوية بدرجة رسامة محترفة، هي أسماء شعيب التي عشقت القلعة الحمراء وسخرت موهبتها لرسم رموز ولاعبي النادي الأهلي. ريشتها تحاكي ملامح فنانين ورياضيين باحترافية شديدة، وتزداد إبداعاً وهي ترسم الشخصيات الأهلوية، ولها عشرات الرسوم لرموز القلعة الحمراء، ما جعلها تلقب برسامة الأهلي. مرحبا بحضراتكم، أول فقرة حوارية في 10 الصبح في أهلي بعد العودة، وعايزين كنا نبتديها مع موهبة في الرسم، وهي شخصية أهلوية جدا بترسم كل اللعيبة ورموز الأهلي، لدرجة كمان إن هي اتعرفت باسم رسامة الأهلي. وعايزة أقول لحضراتكم في تفاصيل كتيرة جدا هنعرفها منها، زي ما كنت بقول، ومين من اللعيبة قابلتهم وإيه الكواليس اللي حصلت وإيه الكلام اللي اتقال ما بينهم. خلينا نرحب بأسماء شعيب، صباح الفل عليكي. صباح الخير، منورانا. وقبل ما نبدأ عايزة أقول إن الأستاذة غادة رجب موصية عليكي جدا، وهي يعني من الناس، انت اصلا ناس كتير جدا على فكره على السوشيال ميديا كانوا باعتين لي عنك، وبعتين لي كمان شغلك، فانت بجد شغلك مسمع، فدي حاجه جميله جدا. طبعا احنا هنعرض لحضراتكم الرسومات يعني المختلفه دلوقتي، لكن خلينا نعرف برضو جمهور الاهلي مين هي اسماء الملقبه برسامه الاهلي عشان برضو الناس تبقى عارفه. تمام. انا اسماء شعيب، لقبت برسامه الاهلي، خريجه خدمه اجتماعيه، بعيده كل البعد عن الرسم اصلا، بس انا يعني الموهبه عندي بقى من صغري، فحبيت ان انميها وبعد ما خلصت جامعه، وبدات ان انا بقى اشتغل على نفسي وارسم بورتريه، وحبيت ان انا ارسم لعيبه بصراحه. واول ما اخذت الخطوه ان انا ارسم لعيبه فكنت رسمت كابتن محمود الخطيب، اسطوره النادي الاهلي. بس وبعد كده بدات الصور بقى تنزل على الميديا وبيدجات الاهلي واسمي، والناس بدأت تشجعني وتدعمني، فكان خطوة كويسة. يعني هنشوف دلوقتي الصور، بس برضو عشان الناس تبقى عارفة، يعني انت موهبة مش دراسة، دي حاجة. الحاجة التانية انت أهلوية جدا، فانت قررتي عشان بتحبي الأهلي عشان انت أهلوية انك ترسمي رموز كبيرة في النادي الأهلي، وابتديتي برمز جميل زي كابتن محمود الخطيب. يعني هي دي الفكره اللي جات لك. قابلتي كابتن محمود الخطيب قبل كده؟ للاسف لسه ما قابلتيهوش. انا متاكده ان شاء الله بعد الفقره دي ممكن يحصل يعني. يا رب. خلينا لو تسمحوا لنا برده نشوف الرسومات، ونبدا بصوره كابتن محمود الخطيب برده. قولي لنا بقى، انت بترسمي من صوره، من ريفرنس، بترسمي بقلم رصاص؟ يعني خليني الناس برضو عشان تبقى عارفه. لا، هي دي الصوره دي انا رسمتها في الاول خالص. دي اول صوره رسمتها كابتن محمود الخطيب. دي اول صوره تعمليها؟ انا رسمت له صوره ثانيه من قريب، وهي وصلت البيت عنده، بس وديتها له، هي وصلت بس ما قابلتوش، بس هو حصل عليها. يعني أخذها. حلو جدا. بس فدي انا رسمتها ونزلت على بيدج الاهلي اليوم. وكان حاجه كويسه جدا، في تفاعل كبير عليها، وكان بعديها مستر فايلر، فهي اول صورتين كان وش السعد عليا يعتبر. شفتي بقى انت يا زين ما اخترتي طبعا. هل ممكن ترسمي يعني اسماء من وحي؟ طبعا الراحل كمان صالح سليم. دي انا اخذت فيها جايزه مركز تاني على مستوى الجيزه، على مستوى الجيزه، مستوى الجيزه، وانا بعتها للفنانه جميله يسرى ونزلتها عندها، فكان حاجه كويسه ان انا. طبعا انت بترسمي كل شخصيه يعني بروحها.
كهربا كل شخصيه بروحها صح أيوة. كده يعني تحس ان هي الروح هي بتنطق بالظبط ده انا فعلا لاحظته كابتن محمد الشناوي أفشا مجدي أفشا دي ممكن مستر ميشيل ده بقى يعني حاجة كده جميل قوي قابلتيه على الحقيقة قابلته وعمل لي فيديو مرتين أو ثلاثة وقابلته وسلمت الصورة واتصورت معاه فكان حاجة جميلة قوي يعني مين من اللعيبة كابتن أسامة الشاطر مين من اللعيبة قابلتيهم يعني سلمتيهم الصورة بإيدك كابتن وليد سليمان دي يعني حاجة بقى بصي كده عظمة بصراحة الحقيقة حاجة يعني جميلة قوي إيه بقى الكواليس اللي حصلت لا هو حاجة جميلة قوي ودخلني التتشو وسلمت الصوره وتصور معايا وكلمني بذوق وادب وحاجه جميله قوي ولحد الان في تواصل الحمد لله معاه ودايما بيشجعني لما بيشوف شغلي وكده وكابتن محمد محمود ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله برده مقابلته جميله جدا كابتن كهربا وحسين الشحات يعني بصراحه يعني حاجه كده جميله قوي قابلتيهم كلهم قابلتهم وتصورت معاهم كابتن سيد عبد الحفيظ وبرده في تواصل معاه الحمد لله يعني سياده العميد محمد مرجان حلوه الصوره دي هي وصلت هي وصلت كابتن محمود الخطيب بس للاسف ما عرفتش اقابل الاثنين انا قابلت كابتن فاروق العمري انت رحت مجلس الاداره كمان قابلته موسيماني بقى لسه يعني برضه بيتسو ده انت رسماه ولا ده ايه انا رسماه وبرضه انا جبت الصوره احنا معانا بقى الصوره هنا كمان يعني انا رسماها بالفحم ابيض محمد فحم شريف بس الابيض على ورق ملون معلش انت عشان برضه الناس تبقى عارفه انت هنا رسمه رسمه بايه بالظبط ده فحم فحم وبست الابيض حلوه مش هتعلميني انا على طول عمري نفسي والله اكون بعرف تعالي اعلمك لا وبرده ملامح انا حاسه ان دي مش من صوره دي انت رسمها لا من صوره والله بس كان بدايه اول ما جه النادي اول ما جه استلم في الاهلي وانا يعني كان ترشيح ان انا ارسمه على ورق ملون وحاجه مختلفه وخامه انا ما استخدمتهاش بصراحه فالحمد لله كانت نتيجه حلوه يعني قابلتي بيتسو موسيماني على الحقيقه ولا لا انا عايزه اقول لك انا قابلته شخصيه جميله جدا راجل لطيف جدا قابلت طبعا برضو يعني كابتن بيبو قابلت معظم اللعيبه يعني بس كمان موسيماني شخصيات لطيفه جدا اكيد اي حد ينتمي للنادي الاهلي اكيد هو ده الكلام هو ده كلام حقيقي خليني اعرف منك برضو يعني انت بتدرسي يعني انا بتكلم هنا على الرسم تحديدا هي موهبه بس انت بتقريها بدراسه يعني بروح ورشه وبتعلم وبمشي خطوات طبعا غير ان انا برسم بورتريهات دي ده الشغل ليا انا انا برسم حاجات تانية بقى وعلى مساحات اكبر وبوصل لمتر في 70 والكلام ده كله يعني لوحات زي موديل وكده يعني بس اما الشغل ده انا عشان انا بحب الاهلي بحب الاهلاويه بحب اللعيبه فبحب ان انا اطور من نفسي اكتر واشتغل اكتر وارسم لعيبه والحمد لله بيبقى فيه تفاعل ان الصور بتوصل للعيبه انت ده حلو بترسمي لعيبه النادي الاهلي انت واصله كده ل 80 مليون واكتر فانت يعني الحمد لله ده ربنا قاعده عظيمه من الجماهير والمصريين اكيد تحديدا انت كمان رسمتي عم حارس انا انا ايوه رسمت عم حارس وسلمتيه وكان مبسوط جدا جميل عم حارس من الرموز الاهلاويه العظيمه واللي خرج على ايده اجيال وراجل جميل ما فيش حد الا لما بيجيب سيرته يعني بكل خير حقيقي راجل جميل ومتفاني في شغله احكي لنا بقى كان احساسه ايه وقتها لا كان مبسوط جدا يعني انا شفته مع مقابله كابتن وليد سليمان قلت له ثواني انا مجهزه لك صوره ولازم انا اتصور معاك قال لي ده انت شرفتيني وشرف ليا وانا بجد مبسوطه جدا ان انا قابلت يعني رموز جميله جدا في النادي الاهلي ونادي كبير وعريق طبعا وكيان يعني حاجه عظمه بصراحه كيان عظيم وكلنا بنفتخر اكيد بالانتماء ليه وكمان عايزه فيه صوره كابتن سيد كابتن عبد الحفيظ انت قلتي عليها كان يوم جمعه على فكره انا فاكره الايام فاكره الايام من انت فرحانه جدا طبعا برضه كابتن سيد قال لك ايه على الرسمه؟ لا شكرني وطبعا انا كنت موصلها الصوره قبل كده قبليها على الواتس وحدد لي ميعاد وانا بوصل الاول الصور وبيحددوا لي ميعاد وبروح اقابلهم
فبتبقى حاجه كويسه. والحمد لله لما بدخل التتش معظم الامن معظم الناس معظم كله خلاص حفظ اسماء شعيب. رسمت الاهلي رسمت ده لقب على فكره عشان تحصلي عليه ده لقب عظيم. خلي بالك انت يعني وصلت المكانه كبيره جدا عشان يتقال عليكي رسمت الاهلي بجد. بس تستحقيها يا اسماء حقيقي. قبل ما نختم الوقت بيجري بس مين من اللعيبه دلوقتي برده بتتمني ان انت ترسميه وتقابليه وفي نفس الوقت ايه مخططاتك لو حاجه تابعه برده للنادي الاهلي؟ طبعا اللعيبه كلهم اتمنى ان انا اقابلهم كلهم وارسمهم كلهم يعني واعضاء مجلس اداره زي انا رسمت استاذ محمد الجرحي ودكتور محمد سراج والحمد لله الصور وصلت يعني حد ما يعني يقولوا في مس شويه. بس مخططاتي بقى ان انا نفسي يعني بصراحه جوه الكيان نفسه اشتغل جوه الكيان وابقى فعلا رسامه مش لقب بس على السوشيال ميديا لا يبقى حاجه واقعيه وحاجه حاجة كده يعني فعلا حاجة تشرف النادي الأهلي وأنا أتشرف بيها أكتر من أي حاجة. طبعا يعني. عملتي معارض أنا اشتركت في معرض أنا معي هنا شهادات تقدير حاجات بسيطة أنا عارضها برضه محمد هاني حلوة الصورة دي برضه. أنا اشتركت في معرض كليوباترا يعني أنت كمان حاصلة على شهادات تقدير مش بنتكلم على شكل بس موهبه وخلاص احنا بنتكلم على دراسه ومستوى احترافي وده الشهاده اللي اخذت فيها مركز تاني بسبب صوره كابتن صالح سليم. برافو عليك. دي طبعا عندي انا من المركز عندي من بلدي من الصف عرضيها هم هيجيبوها فده يعتبر حاجه من شغلي وانا مبسوطه من الناس اللي هي بتدعمني على السوشيال ميديا طبعاً. يعرفوني او مش يعرفوني وكده من جميع محافظات بقول لك انت جايلك توصيه من ناس كتير جدا على السوشيال ميديا بيعملوا لي منشن وعايزين اسماء شعيب رسامه الاهلي ويحطوا صور رسوماتك أيوة يعني لا يعني كل التوفيق بجد وهخش بقى بعد كده على مذيعين قناه الاهلي هتبقى حلوه برده يعني الخطوه الجايه باذن الله. بجد مبسوطه برده من الناس اللي هي بتقارني او بتحطني مع الهداف محمد شريف ان هو من بلدي يعني حاجه جميله ان احنا الاثنين يعني من نفس المكان وطلع وفي الكيان صحيح. دي حاجه تعرفيه على المستوى الشخصي شفته وعرفته بنفسي وعرفني وتم التواصل يعني الحمد لله. حلو جدا اسماء نورتينا بجد وانا انبسطت بموهبتك وان شاء الله ربنا يوفقك ونلاقيكي بقى في النادي كل ما نروح كده ويبقى ليكي زي بوث صغير او حاجه بجد باذن الله. باذن الله كل التوفيق ليكي. شكرا جدا. فاصل سريع وبعد الفاصل زي ما كنت بقول لحضراتكم فقره هيكون معانا كابتن اسامه عرابي ملفات كتيره جدا عايزين نناقشها معاه بس بعد الفاصل. بشخصية البطل تخطى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الذهاب أمام سان داونز الجنوب إفريقي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد. الأهلي حامل اللقب القاري ينتظره تحديات عديدة في الفترة القادمة وخاصة مباراة العودة أمام الفريق الجنوب إفريقي على أرضه للعبور إلى نصف نهائي البطولة في طريق الحفاظ على كأس الأميرة السمراء. منافسات مهمة ينتظرها الأهلي لاستكمال المشوار القاري نحو الحفاظ على اللقب الإفريقي وتحقيق النجمة العاشرة إلى جانب الرغبة في اقتناص لقب قاري جديد عندما يواجه المارد الأحمر منافسه المغربي نهضة بركان في السوبر الإفريقي. إصابات وغيابات عديدة في صفوف الأهلي إلا أن موسيماني ورفاقه وضعوا نصب أعينهم تحديات المرحلة وطموحات جماهير الأهلي في التتويج بجميع البطولات الموسم الحالي محليا وقاريا. نرحب بحضراتكم ومرة تانية وزي ما احنا عارفين الأهلي تخطى مباراة الذهاب أمام سان داونز بثنائية. لسه عندنا مباراة العودة يوم 22 في ربع نهائي دوري الأبطال. كمان عندنا ماتش السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي ده هيكون يوم 28. أكيد هنتكلم في الاستعدادات والتحديات اللي بيواجهها الفريق بس خلينا نرحب في البداية مع كابتن أسامة عرابي نجم الأهلي السابق واللي أنا سعيدة جدا إن هو معايا النهاردة بجد في أول حلقة بعد عودة البرنامج. صباح الفل. صباح الفل. صباح الخير.
كل سنة وانت طيبة، وانا سعيد اكتر بوجودي معاكي. وفي اتقابلنا في اكتر من مناسبة، وتقابلنا في النادي طبعًا، وفي الاقصر اتقابلنا في كذا مكان طبعا. كل سنة طيبة والشعب المصري كله بخير يا رب دايما. خليني بقى ابدا مع حضرتك، واكيد يعني مش هندخل في الملفات يعني الشائكة، خليني اقول على طول لازم نتكلم عن كابتن أسامة، بنتكلم عن يعني 28 بطولة برضو مع الاهلي، اكتر من 17 سنة. البداية كانت زي ما بنقول كده كرة شراب في شوارع المنيرة، بعد كده كابتن حمادة إمام أخذ حضرتك ورحت عملت اختبار في نادي الزمالك، وبعد كده رحت مقاولون العرب، وبعد مقاولون العرب للأهلي تحت 21، بعد كده حضرتك صعدت تقريبا كانت موسم 82 82 مع كابتن محمود الجوهري. فيعني قصة كبيرة من النجاحات برضو، أكيد تاريخ طويل. حابة أبدأ من هنا وذكريات كابتن أسامة، والفكرة كمان المقارنة بين زمان ودلوقتي، وفكرة الاحتراف تحديدا، لأن طبعا فرق كبير بين الاحتراف زمان والاحتراف حاليا. طبعا أنا يعني أنت لخصتي التاريخ. التاريخ لا ده حاجة كويسة، أنه أنا يعني في برامج كتير اتكلمت على الموضوع ده. زي ما أنت قلت فعلا، أنا طبيعي كانت الكرة في الشوارع زمان ما كانش طبعا اعداد العربيات يعني في الشوارع بالطريقه دي في فتره السبعينات والثمانينات، كلنا كنا بنلعب في الشارع يعني كان طبيعي جدا. معظم الشعب المصري سواء في القاهره في كل مدن كل مصر، كل الاحياء كمان يعني كل الاحياء والمتواضعه كله كان بيلعب في الشارع. فدي كانت البدايه فعلا. ويعني انا من حي زي ما انت قلت المنيره، يعتبر اللي هو الحي اللي بين القصر العيني والسيده زينب، وكان فيه نجوم كتير جدا. يعني انا كابتن حماده امام طبعا نجم الزمالك، بس انا يمكن ما حضرتش فتره سكنه، لكن هو بعد كده اتنقل يعني من حي المنيره. كابتن فاروق عفار، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن احمد ماهر، كابتن اسامه مجدي امام، كابتن اسامه عباس، يعني في نجوم كتير جدا، كابتن عبيد الهنداوي، عبد العزيز حسن، نجوم كتير جدا. وابتديت فعلا هناك في كره الشراب والمدرسه، ثم زي ما انت قلت رحت نادي الزمالك تحت 13 سنه، كابتن احمد امام وداني. وبعدين يعني فضلت ان انا كان نفسي العب في النادي الاهلي، ثم رحت نادي المقاولين العرب بعد كده، لعبت 3 مواسم، واتنقلت سنه 81 للنادي الاهلي مع الكابتن احمد ماهر، و82 اتصعدت للفريق الاول مع الكابتن محمود الجوهري والكابتن زيزو عبد الشافي طبعا النجم الكبير كان مدير كوره. وفضلت بقى من 82 لغايه 1999 17 سنة في الفريق الأول. زي ما أنت قلت الحمد لله بقى بطولات كتيرة، 28 بطولة في كل مختلف المسابقات، يعني سواء أبطال إفريقيا، أبطال الكؤوس، الدوري، كاس مصر، الأفرو أسيوية، الحمد لله 28 بطولة. يعني عدد من اكتر يمكن 2 أو 3 لعيبه في النادي الاهلي حصولا الحمد لله على البطولات. فتاريخ الحمد لله يعني كبير، وطبعا مع منتخب مصر واهم محطه فيها اللي هي كاس العالم 90. يعني برضه رشح حضرتك كان مصمم كابتن محمود الجوهري ان حضرتك تكون متواجد. انا عارفه يعني طبعا كتير مدربين عدوا عليا سواء اجانب او مصريين اثروا في مسيرتي، زي كابتن انور سلامه، كابتن طه اسماعيل، مستر هولمان، مستر ناس كتير، كابتن احمد ماهر، ناس كتير اثروا فيا. بس يمكن كان اكتر اللي اكتشفني واللي لعبت معاه فتره طويله في النادي الاهلي او في المنتخب هو كان الكابتن محمود الجوهري. الحمد لله كان هو من الناس المقتنعين جدا يعني بكابتن اسامه. ففعلا ليا معاه يعني فترات وذكريات كتيره جدا يعني في تاريخي. بس خليني يعني الكلام حضرتك بتقوله ده برضه لو تسمح لي اروح لسؤال مهم. 17 سنه مع الاهلي، لكن شاره الكابتن حضرتك حصلت عليها يمكن اخر موسمين مع الفريق، ده كان راجع لايه؟ هقول لك بقى، كويس ان انت قلت النقطه دي. الجيل بتاعنا احنا اللي هو جيل الثمانينات والجيل السبعينات اللي قبليه، لما كابتن الخطيب ومصطفى عبده والجيل ده وصفا عبد الحليم والمجموعه دي وقبلينا، كان اللعيبه لما بتلعب في نادي من ساعة ما بتطلع غالبا لغاية لما يعتزل
بيبقى موجود في النادي ده ما بينتقلش زي موضوع الاحتراف السهل دلوقتي. ايوه بالظبط بالظبط. او لما النادي بيستغنى عنه. ولذلك هي شرط الكابتن بتيجي ازاي؟ لو فرض ان انا واحد في سني، يعني مثلا الكابتن علاء ميوب مثلا او كابتن طاهر ابو زيد في سني، وهو طلع لعب قبلية بساعه بالاقدميه بالظبط، وقعدنا احنا 12 سنه مع بعض، هو يفضل هو الكابتن. صحيح. فعشان كده مش انا بس، لعيبه كتير في تاريخ النادي الاهلي قبل فتره الالفينات هتلاقيه ممكن حياته كلها لعب 10 12 13 سنه وما خدش شرط الكابتن. فهو ده السبب الرئيسي. مثلا الكابتن محمود الخطيب اللي هو يعني اسطوره الكره المصريه، لما طلع كان موجود الكابتن مصطفى عبده، كان موجود الكابتن مصطفى يونس، كان موجود الكابتن صفا عبد الحليم، دول لعبوا قبله. ولذلك هو تلاقيه برضه خد الكابتن في اخر سنوات حياته. صحيح. يعني فمش بس معايا انا، طبعا كل جيلنا والجيل اللي قبلنا كانت غير دلوقتي تماما. دلوقتي يعني الاجيال الجديده بتلاقي الفرقه ممكن ما بتقعدش مع بعض 3 سنين وتغيرت كلها. صحيح. فسهل تلاقي واحد بقاله 3 4 سنين ويبقى كابتن النادي الاهلي او كابتن نادي الزمالك او كابتن اي نادي في مصر يعني. فهو ده السبب ان كنا بنقعد فترات طويله مع صحيح. بعض. كان اخر واحد قبليها كان الكابتن شوبير، خدها من سنه 95 برضو. شوفي 95 لغايه 97، وبعدين انا خدتها من 97 ل 99. كان قبلينا علاء ميهوب وطاهر ابو زيد ومحمود صالح وطاهر ابو زيد وربيع ياسين، ودول اعتزلوا مع بعض. ولذلك الاشاره جت لشوبير ثم انا. ايوه. فهو ده السبب الرئيسي ان احنا ما كانش بسهوله تبقى الحصول على شرط الكابتن من كتر الانتقالات كانت صعبه. بما ان احنا ذكرنا فكره كمان الانتقالات الفرق بينها وبين دلوقتي، كمان عايز اروح مع حضرتك لفكره الاحتراف. اتعرض على حضرتك حسب معلوماتي برضو قبل كده فرصه للاحتراف، بس حضرتك رفضتها تقريبا وفتره تواجدك مع الاهلي. بص، هو الاحتراف طبعا ما كانش مفتوح بالنسبه لنا زي فترة الألفينات ودلوقتي. يعني كان صعب جدا الاحتراف. الوكلاء كانوا اللي هو الوكيل أو السمسار يعني ما كانش موجود بالصورة الكبيرة. الانفتاح على أوروبا ما كانش بالطريقة دي. صحيح. ولذلك تلاقي لغاية الأجيال بتاعت الألفينات هتلاقي أعداد طفيفة يعني قليلة جدا اللي احترف، سواء في دول عربية أو في دول أوروبية. تلاقي كده مجد عبد الغني مثلا في آخر أيامه، في هاني رمزي في التسعينات، حسام إبراهيم بعد كده. لكن ما كانش فيه سهولة الانتقالات. أنا يعني في فترة اتعرض عليا، بس أنا عرفت بعد كده من الأهلي السعودي. أيوة. فترة 92 تقريبا أو كده. وبس هي ما اللي انا عرفته ان هم كابتن انور سلامه وكابتن صلاح حسني كان مدير كوره كانوا عايزين يحتفظوا بيا داخل الفريق في النادي الاهلي، ولذلك فضلت في النادي. وحتى لو وصل لك ما كنتش هتروح، انا متاكد. انا لعبت. كابتن اسامه اسمح لي ان احنا نروح بس عشان معانا مداخله هامه جدا. واحنا كنا بنتكلم عن اهلي 2003، هو فاز على الزمالك في بطولة الجمهورية. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم النادي الأهلي، يعني صباح الخير في البداية كابتن بيبو، وسعداء طبعا وأنا سعيدة جدا حضرتك معانا النهاردة على التليفون في 10 الصبح في الأهلي، وألف مبروك. صباح الخير يا نواند، وصباح الخير كابتن أسامة عرابي. صباح الخير يا بيبو، كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب يا كابتن أسامة، والحمد لله. يعني كمان كلمتين دلوقتي في الاتحاد المصري لكرة القدم، كان عندنا ورع على بطولة 2006، والحمد لله خدنا بطولة 2006 كمان. فالحمد لله انتوا اول ناس تعرفوا دلوقتي حالا يعني على الهواء. رائع جدا. الحمد لله طبعا. وانا لو هتكلم عن امبارح، يعني بجد لازم نقول يعني فوز مش هقول متوقع، ولكن اداء يعني مؤخرا شفناه تحديدا لقطاع الناشئين نقله نوعيه كابتن خالد، بجد مش مجامله، حقيقي ده كلام يعني مش احنا بس اللي بنقوله. ف يعني حاجه كلنا سعداء بيها، بس يعني ازاي برضو ده حصل؟ مجهود اكيد كبير، استراتيجيه حضرتك واضعها، خلينا نعرف كواليس برضو، لان زي ما بقول لحضرتك في طفره كبيره جدا لهذا القطاع كلنا يعني شايفينها او ملاحظينها.
الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني الواحد ما انا ما بشتغلش لوحدي، انا يعني كمل شغل الاساتذه الكباتن واللي علمونا كلنا الكوره ورا بعض، اشتغلوا طبعا في قطاع الناشئين وتعلمت منهم وخدت الكلام اللي هم حاطينه كاتبينه في مجلدات النادي في قطاع الناشئين. اشتغلت ورا الكابتن فتحي مبروك، كان حاطط اساس كويس وانا خدت منه الاساس ده وكملت عليه، وقدرنا ان شاء الله السنه دي نعمل حاجه كويسه. طبعا ده يعني لجنه التخطيط طبعا بقى فتره كنا بنجهز لقطاع الناشئين وفي سيناريو كده كان محطوط، والحمد لله انا نزلت نفذته على الارض الواقع، والحمد لله يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا الحمد لله. السنه دي البطولتين اللي كملوا لغايه دلوقتي 2001 و2006 احنا اللي خدناهم بطولات الجمهوريه، 2099 عندنا ماتش فاصل مع نادي الزمالك 96، 2003 احنا ماشيين فيها كسبنا امبارح الزمالك وماشيين وراهم على طول ان شاء الله هننافس لغايه اخر مباراه، وقدرنا ان احنا السنه دي يبقى عندنا مجموعه من اللاعبين موجودين في الفريق الاول، شفنا اخرهم كوكا موجود، وعندنا مجموعه من اللاعبين السنه دي برضو يعني حطينا سياسه جديده كده ان احنا نطلع الاولاد في السن الناشئين ان هم يخرجوا السنه دي ياخدوا فتره مباريات في الدوري الممتاز، وشفناها لعيبه النادي الاهلي عندنا 10 لعيبه في الدوري بيشغلين في الفرقه طلعوا اعراض السنه دي من الناشئين، فحطينا استراتيجيه كده وماشيين عليها والحمد لله ربنا توفيق بتاع ربنا بقى، يعني انت بتشتغل وتحاول تتعب وبتحاول تجتهد وفي يعني مش حاجه الحمد لله جت كده بالصدفه، كلها كنا شغالين عليها بقى قبل ما انا اتولى المسرح من فتره طويله ان احنا قطاع الناشئين ده يبقى في حته ثانيه في مكان ثاني، وورا بعض كلنا بنكمل بعض الحمد لله ربنا كرمنا والنتائج ماشيه معانا بشكل كويس جدا، توفيق ربنا ده اهم من كل شيء، احنا بنتعب وبنجتهد والتوفيق ده هو اللي حالفنا في الفتره الاخيره الحمد لله. يعني هي نتائج واداء برضو، خلينا نبقى صراحه، انا اتفرجت على الماتش امبارح وحضرتك كنت طبعا متواجد وحرص برضو بعض الاشخاص من فريق الزمالك او فرقه الزمالك ان هم يكونوا موجودين، بس يعني كان اللعب امبارح برضو لو هنتكلم ان النتيجه طبعا مقبوله جدا وسعداء بيها، لكن برضو كاداء حضرتك ازاي قيمت امبارح اداء الناشئين اللي كانوا في المباراه؟ والله طبعا يعني انا شايف ان المباراه كانت مش مباراه سهله، مباراه صعبه جدا طبعا تلعب جوه نادي الزمالك وهم فرقه 2003 نزلت فرقه كويسه وفرقه محترمه وهم كانوا يعني ماشيين كويس قوي في البطوله، احنا كمان ماشيين كويس، فالمباراه كان عندهم احنا تعادلنا في ملعبنا 1-1، فكانت مباراه صعبه بالنسبه للولاد، فطبعا تفاصيل المباراه جوه طبعا معاك الكابتن اسامه يعني هو بقى يتكلم احسن مني طبعا في القصص الفنيه، انما الموضوع طبعا كان صعب جدا كل الولاد يبقى ملتزمين بالقصه اللي حطها الكابتن شريف عبد الفضيل، وبصراحه عمل جيل كويس، وكان عندنا نواقص امبارح عندنا حد يعني لعيب كان عنده كورونا وخرجناه بره المباراه، وعندنا لعيب عنده كورونا ثاني واحد من احداث الفريق، فكان عنده بعض الغيابات وقدر ان هو يشتغل كويس، وحطينا سيناريو للمباراه وقدرنا نجيب هدف، ولولا توفيق كنا ممكن نجيب هدفين كمان، وطبعا يعني الحمد لله المباراه في الاخر ان احنا قدرنا ان احنا ناخد ثلاث نقاط وكانوا مهمين جدا بالنسبه لنا. رائع جدا، كل التوفيق مره ثانيه والف مبروك علينا جميعا كابتن خالد، شكرا ليك جدا على هذه المداخله. شكرا يا فندم. امبارح كانت مباراة جميلة طبعاً. يمكن الشوط الأول ما حصلش فيه أي يعني أهداف، لكن الشوط الثاني فعلا الفريق قدر إن هو يحرز يعني هدف، وزي ما الكابتن خالد قال فعلا إحنا كان ممكن نحرز أكتر من كده، بس يعني أكيد سعداء برضو بالنتيجة. طبعا النتيجة كانت مهمة وكان لازم النادي الأهلي يكسب عشان كان في فرق للنادي الزمالك بالظبط. فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل لسه الحديث بقية زي ما بيقولوا ولسه كلام كتير، بس فاصل سريع ونرجع. ربنا معاهم في الماتش الجاي، وطبعا احب اقول لهم ان هو اعظم نادي في الكون طبعا وبحبهم جدا، يعني بقول لهم بالتوفيق ان شاء الله لفريق الاهلي وتقدم ان شاء الله باذن الله، وانا بحب الاهلي قوي قوي قوي. ان شاء الله احنا فريق قوي وكبير وان شاء الله نكسب باذن الله في ماتش العوده،
ونحقق الطموح وان احنا ناخد العشرة. والله انا بشكر اللعيبه جدا كلهم كانوا رجاله وبشكر موسيماني قدر يدير الماتش كويس. والله تاخدوا بالكم عشان احنا ربنا كرمنا الماتش هنا. اي نعم فرصتين راحوا جنين الحمد لله نعمه من الله علينا ان احنا طلعنا 2-0 بس ماتش هناك هيبقى صعب جدا جدا جدا. انا بشكر اللعيبه طبعا عشان الاجهاد اللي هم فيه بقالهم فتره وضغط المباريات واتمنى لهم الفوز في الماتش اللي جاي. اللعيبه رجاله بس عايزه تضغط على نفسها شويه الفتره الاخيره ومش يعني بعض اللاعبين كويسين صلاح محسن عند الفرصه انه يكون احسن. اتمنى يكون في روح يعني للفلانه الحمراء بجد وهم عملوا اللي عليهم برغم الاصابات والكلام دوت بس الحمد لله الحمد لله على كل خير. اقولكش تحيكم يا رجاله انتوا رجاله طول عمركم طول عمر الاهلي ورجالته ورجاله وزي الفل وربنا معاكم ان شاء الله وربنا يكرمنا ونكسب هناك ان شاء الله مش هنتعادل هنكسب باذن الله. احب اقول للاهلي ركزوا انتوا اقوى فريق وان شاء الله تاخدوا العشرة وانا بحب الاهلي جدا جدا يعني. دايما رسائل الجماهير للعيبة الأهلي والنادي الأهلي بتكون يعني فيها نوع من كده الأمل ويبقى فيها نوع من الدعم الكبير وزي ما بيقول على الحلو على المرة بس أعتقد أن الناس كلها نفسها السبت الجاي إن شاء الله أن احنا كمان يعني نفرح ونحرز أهداف ويبقى فيه كمان أداء ممتع. لو هنتكلم عن المباراة اللي فاتت الأهلي سان داونز برضو كابتن أسامة إزاي حضرتك بتشوف الماتش كان غير الشق بتاع الأخطاء التحكيمية دلوقتي هنتطرق ليها في الآخر لكن كأداء البعض خليني أقول لحضرتك يعني من اللي كان بيتابع المحللين الرياضيين أنا قريت بعض التحليلات البعض كان بيرى أن هي أهداف يعني فردية وليست جماعية بينقص الأهلي اللعب الجماعي البعض الآخر بيقول لا دول هدفين يعني رائعين جدا كان في ضغط على اللعيبة كان في اضطهاد إلى حد ما من قبل الحكم فده كان أفضل ما قد يعني يصل إليه لعيبة الأهلي فحضرتك بترجح أو بتشوف المشهد إزاي؟ أولا ببارك لفرقة النادي الأهلي والجهاز الفني وجماهيره على النتيجة أكتر من رائعة بالنسبة لي أنا يعني كواحد لعبت الماتشات دي كتير ودربت برضو سنوات كتيرة وما زلت يعني نتيجة رائعة إنك تكسب 2-0 في ملعبك مع فرقة كبيرة زي سان داونز يعني قبل المباراة ما كنتش أتمنى أكتر من كده فالنتيجة على جنب أكتر من رائعة تاني لكن هو فعلا الأداء ما كانش بدرجة جيدة تيم وورك نقدر نقول يعني وخاصة في الشوط التاني يعني الشوط الأولاني الشوط الأول إلى حد ما في بعض الأوقات بنعرف نضغط على الخصم كويس في بعض الأوقات بيبقى فيه هجمات فيها خطورة طبعا طاهر أحرز هدف رائع جدا ولكن أداء الشوط الأول ما كانش على المستوى المطلوب وتراجع الأداء أكتر الشوط الثاني فهو ده يمكن اللي بيقلق الناس شوية إنه الأداء ما كانش ما كناش في أحسن حالتنا ثانيا عدد اللعيبة اللي كان فايق في المباراة كان قليل يعني عدد اللعيبة اللي كان فايقين في المباراة قليل يعني تقدر تقولي الشناوي طبعا هو نجم المباراة ديانج أكتر من رائع بعد كده في تباين قوي بين بقية أداء اللعيبة يمكن كان عندنا إصابة يعني في الدفاع تحديدا مصابي الدفاع طبعاً. الأربعة الأساسيين يعني كان عندنا طبعا مشاكل لا ما طبعا ما في مشاكل من ضغط المباريات دي واضحة العدد المباريات اللي لعبناها كبير جدا بالنسبة للدوري وإفريقيا لكن أنا بتكلم على تحليل الماتش نفسه بالنسبة لوجهة نظر النقاد أو الجماهير يعني في بعض الناس حاولت كتير يعني هاني بيحاول وكان بيضغط على نفسه وكده لكن برضو ما كانش في أحسن حالاته أيمن أشرف واضح أنه متأثر بالإصابة اللي عنده شوية عمرو السولية برضو كان الجهد عنده كان قليل شوية كان مش في أحسن حالاته فهو تقريبا الفوقان كان من ديانج والشناوي إلى حد ما بدر بنون الشوط الثاني ده تقريبا
عشان كده انا بقول المباراه الثانيه ما اعتقدش ان النادي الاهلي حاله اللعيبه هتبقى بالمستوى ده. اولا الهدف الثاني ادى ثقه كبيره جدا، واعتقد ان هو الهدف اللي ان شاء الله هيوصل النادي الاهلي للدور قبل النهائي. الهدف الثاني تحديدا صلاح محسن، يمكن البعض برضو شايف ان هو استغل الخطا اللي كان من حارس المرمى بتاع سان داونز واحرزها في الوقت كمان المناسب، يعني دي كانت او ده كان المشهد اللي احنا فعلا شفناه، استغل اللحظه الصحيحه. مظبوط، هو الشوط الثاني معظمه كان استحواذ من فرقه سان داونز، بعض الخطوره لان هما برضو ما كانوش خطيرين بالدرجه الغير عاديه، هما كانوا خطيرين في الضربات الثابته. يعني اكتر حاجه كانت خطر في على مرمى الشناوي هي الكورنرز والفاولات، بيعملوها كويس قوي، وعندهم لعيب اسمه متوبة رقم 19 متميز جدا، ولذلك لازم لعيبه النادي الاهلي في مباراه العوده ياخدوا بالهم جدا من اللاعب دوت، لانه كل الضربات الثابته اللي بتتلعب جوه ال 18 بياخدها. يعني في عمل واحده في القائم، عمل واحده جنب القائم، عمل واحده على الارض الشناوي جابها ببراعه، فهو تقريبا وكمان كانوا بيلعبوا في غيابات عندهم، يعني لعيبه اساسيه زواني برضه. زواني ده فرويد هايل يعني وسريع يعني. ما كانش بيلعب لكن انا بتكلم على المباراه الاولى. الاول الاستحواذ الشوط الثاني كان من فرقه سان داونز، لكن الخطوره ما كانتش كبيره قوي. الهدف الثاني جه في توقيت مثالي واكتر من رائع، انه جه في التوقيت دوت، وان شاء الله هو الهدف ده اللي هيكون مفتاح الفوز في مجموع اللقاءين. لانه لما بتروحي في مباراه وانت كسبانه 1-0 غير خالص لما بتبقى كسبانه 2-0. صحيح. والحمد لله برضو ان هم ما قدروش يجيبوا هدف هنا في القاهره، كانت الامور هتصعب علينا. لكن ان انت رايحه 2-0 اولا هتدي ثقه اكتر للعيبه، هتدي موسيماني نفسه ثقة انه يفكر باسلوب مختلف عن لو كانت النتيجة 1-0، هتدي استعجال لفرقة سان داونز، لانه لما ببقى انا مغلوب 1-0 وبلعب عندي امل ان انا هجيب الجون في اي وقت ان شاء الله الدقيقة 90. لكن دلوقتي لما بيبقى 2-0 الامر اصعب، الضغوط بتبقى عليها اكتر. صحيح. ببقى مستعجل ان انا احرز الهدف الاولاني، فكمان هتفتح خطوطهم في الخط الخلفي اللي هو اصلا عندهم مشاكل فيه. عندهم اتنين اللي هو موسى نيفوزا وريكاردو دوس سانتوس، ده عندهم بطء، وبالذات دوس سانتوس بطيء رغم ان هو لعيب كويس بطيء، فالمساحات هتتفتح عندهم ورا عشان يحاولوا يعوضوا الهدفين. اعتقد ان هتبقى في فرصه كبيره للعيبه النادي الاهلي انها تستغل المساحات اللي هتبقى في ظهر الخط الخلفي عندهم، وممكن نحرز اهداف هناك. ولو احرزنا هناك هدف على الاقل الامور هتبقى شبه يعني طبعا ما فيش شبه مستحيل في الكوره، بس يعني هتبقى صعبه عليهم جدا جدا، لان ساعتها لازم يجيبوا 4 اهداف. فانا بقول ان الهدف الثاني بتاع صلاح محسن فرق هو مفتاح ان شاء الله المكسب هناك. نتمنى ده. للاسف هم بيقولوا لي الوقت بينتهي، انا كنت لسه عايزه اروح مع حضرتك لنقاط كثيره، لان كمان على الصعيد الثاني او الشق الاخر هم كانوا بيتحدثوا بقى، نتكلم هنا بعض الصحفيين في جنوب افريقيا، ان هم طبعا في استياء كبير جدا بعد النتيجه، وان هم ما كانوش متوقعين قوي هذا او هذه النتيجه، لكن اداء الاهلي كان الى حد ما مبهر. وفكره كمان ان بنتكلم على موسيماني هو المدير الفني للاهلي، هو درب يعني فريق سان داونز، وفي لعيبه كانوا لحد دلوقتي موجودين من اللي دربهم باتس موسيماني، فكنت اعتقد يعني كل دي نقاط تحسب لصالحنا. فكان في كلام، ولكن على كل حال انا عايز اختم مع حضرتك بتعليق سريع على الاخطاء او الخطا التحكيمي تحديدا مع محمد شريف وحارس المرمى، لان يعني ده يعني بالعين المجرده وحتى مش محتاج لفار. اول تعليق بالنسبه لي على الموضوع ده، انا مستغرب جدا ازاي الاتحاد الافريقي مش سامح بوجود الفار. بالظبط، هو بيقول فيما يعني فيما سيالي هيكون فيه، بس طب اللي فات يعني الحكم طبعا وقع في اخطاء تحكيميه، لكن انا من وجهه نظري هي ابرزها ضربه الجزاء. صحيح. اللي هي
مع الحارس في ظهر محمد شريف. ويمكن انا وانا بتفرج على الماتش في الوهله في اللحظه الاولى توقعت ان هي مش ضربه جزاء انا كمشاهد، ولكن لما تعادت هي الفكره في ايه؟ ان الكره قبل ما توصل لايد حارس المرمى هي كانت عدت محمد شريف، ولكن هي قبل ما توصل لايد حارس المرمى هو استعمل الحذاء في ظهر محمد شريف، فهي دي تبان اكتر في الفيديو. يعني هو الحكم اخطا طبعا، واللي اكتر خطا من الحكم هو مساعد الحكم، لانه الحكم تحركه يمكن كان في شيء من الخطا، ولكن محمد شريف كان ظهره يعني الحكم مواجه لمحمد شريف بالظبط، فممكن ما يشوفهاش قوي، لكن اللي يشوفها اكتر المساعد، وكمان لو في فار في الاعاده كانت تبقى واضحه جدا. فهي دي اكتر خطا الحكم وقع فيه، مع بعض الانذارات طبعا اللي كانت غير مستحقه يعني غير مستحقه. فنتمنى ان شاء الله ان التحكيم هناك يبقى عادل ويدي النادي الاهلي صحيح حقه صحيح. وكمان لازم الاتحاد الافريقي يستعمل الموضوع الفار من اول مباراه حتى في دوري المجموعات، دي اهم حاجه. ونتمنى التوفيق لفرقه النادي الاهلي، وتاني ان شاء الله وتاني بقول انه الاداء اعتقد انه هيبقى احسن من كده، واللعيبه هيأدوا باداء افضل على المستوى الفردي والجماعي ان شاء الله ده اللي احنا متوقعينه من الفريق. كابتن اسامه نورتنا او نورتني بقى، يعني بجد كنت سعيده مع حضرتك، وان شاء الله نتقابل تاني. كده الحلقه خلصت النهارده، ان شاء الله بكره هيكون معانا بقى كريم، هيرجع ان شاء الله من السفر يكون معانا في الحلقه بكره. انا بشكركم جدا على متابعتنا، ونشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.